بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. هذا في الفيديو يتعلق بالدرس ديال التناسب بين السنة أولى إعدادي عندنا الثمن الأول الصفحة 121. حدد الجداول التي فيها أعداد السطر الثاني متناسبة مع أعداد السطر الأول. إذا باش نقول واحدة تناسب، يعني إلا خدينا مثلا واحد الجدول باش نقول بأن عدد السطر الثاني متناسب مع عدد السطر الأول، نلقاو نفس يعني العدد اللي ضربناه في السطر الأول باش نحصلوا على أعداد السطر الثاني. يعني خصنا نلقاو واحد العدد كنضربوه في السطر الأول وبعدين السطر الثاني. إذا غادي نشوفوا العدد، إذا هنا كنبحثوا على معامل ديال التناسب. إذا أخذنا الجدول الأول، إذا أول حاجة غادي نبحثوا على معامل التناسب. إذا أخذنا 10.5 في 15، إذا قسمنا 10.5 مقسومة على 15 شحال يلقاو فيها؟ إلا حسبناها غادي يلقاو 0.7. إذا لقينا حسبنا 7 مقسومة على 10 هي 0.7. إذا إلا خدينا 5 أو 3.5 مقسومة على 5 غادي نلقاوها هي 0.7. إلا خدينا 2.1 مقسومة على 3 هي 0.7، وإلا خدينا 1.4 مقسومة على 2 غادي تعطينا هي 0.7. إذا شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو بأن لاحظ أن 10.5 على 15 فهي كتساوي 7 على 10 تساوي 3.5 على 5 تساوي 2.1 على 3 كتساوي 1.4 على كتساوي 0.7. يعني أعداد السطر الأول غادي نضربهم في 0.7 باش نحصلو على أعداد السطر الثاني. إذا في الحالة الجدول رقم 1 فهو يمثل وضعية تناسبية، لأن أعداد السطر الأول نضربهم 0.7 يعطينا أعداد السطر الثاني. إذا هناك أعداد السطر الأول متناسبة مع أعداد السطر الثاني. دابا نشوفو الجدول الثاني. إذا الجدول الثاني إلا خدينا 66 قسمنا على 11، نقسمو عدد السطر الثاني على عدد السطر الأول. إذا 66 على 11 كتساوي 66 مقسومة على 11 هي 6. إلا خدينا 50 مقسومة على 9، 50 مقسومة على 9 هي تقريبا 5.55. هنا نلاحظ أن 66 على 11 كتخالف 50 على 9، يعني 6.55 فهي مختلفة. يعني العدد اللي ضربناه في 11 وحصلنا على 66 هو عدد آخر مختلف العدد اللي ضربناه في 5 وحصلنا على 55. بالتالي الجدول رقم 2 لا يمثل وضعية تناسبية. دابا غادي نشوفو الجدول الثالث، الجدول 3. إذا الجدول 3 يعني اللي قسمنا عدد السطر الثاني هي 0.5 0.5 على 0.1 هي 0.5. مزيان. إلا خدينا 0.125 قسمنا على 0.25 كتساوي كذلك 0.5. مزيان. خدينا 1.5 قسمنا على 3 هي 0.5، إلا حسبناها غتلقاها هي 0.5. إلا خدينا 2.5 قسمنا على 5 كذلك 0.5. دابا نشوفو 6.4 ولا 3.2 عفوا، السطر الثاني 3.2 مقسوم على 6.4 تساوي 0.5. إذا هنا نلاحظ أن 0.05 على 0.1 تساوي 0.125 على 0.25 تساوي 1.5 على 3 تساوي 2.5 على 5 تساوي 3.2 على 6.4 تساوي 0.5. إذا عدد السطر الأول ضربناه في 0.5 حصلنا على عدد السطر الثاني ضربناهم في 0.05 لا 0.5 إذا ضربناهم في 0.5. إذا أعداد السطر الأول ضربناه في 0.5 حصلنا على أعداد السطر الثاني. إذا الجدول 3 يمثل وضعية تناسبية، والمعامل التناسب في الحالة هو 0.5. إذا أعداد السطر الأول ضربناهم 0.5 حصلنا على أعداد السطر الثاني. إذا هناك تناسب، علاقة تناسب ما بين عدد السطر الأول وعدد السطر الثاني، أو لا أعداد السطر الثاني قسمناهم على 0.5 باش نحصلوا على صفر أعداد السطر الأول. وبهذا نكون سألنا في هذه التمرين. السلام عليكم.